السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلون في الميدان، حيث نستطلع آخر الأخبار والتطورات والفعاليات في ميادين المحافظات والمدن الفلسطينية مع شبكة مراسلين التي ستحدثنا عن عدد من المواضيع وأيضا عن التقارير التي يتم إعدادها لهذا اليوم. في البداية نرحب بشبكة مراسلين التي تنضم إلينا لحتى هذه اللحظة من غزة محمد أبو حطب، وأيضا من القدس المحتلة معنا كريستين ريناوي. نذهب في البداية إلى كريستين ريناوي مشاهدينا الكرام، حيث إذا انطلقت اليوم سبت النور، أو هنالك انطلقت الأعمال الاحتفالات عفوا بسبت النور، إذا ببدء احتفالات عيد القيامة وهو سبت النور المقدس الذي يتم ويخرج من القدس إلى باقي المحافظات ويصل إلى باقي الكنائس ويكون هنالك قداديس. أهلا بك معنا كريستين، إن كنت تسمعينني ولكننا نواجه بعض المشاكل في الصورة الواردة من القدس. أهلا بك كريستين، إذا ضعينا في أبرز احتفالات القدس المحتلة لهذا اليوم بسبت النور. جيدا بفعل اصوات الفرق الرسميه وضعف الارسال هنا في البلده القديمه من القدس المحتله، اجواء سبت النور في القديمه من القدس المحتله. منذ ساعات الصباح بدات الفرق الكشفيه بالاستعراض القدس، الان وجهه فريق الكشاف القيامه ينتظر المؤمنون والمصلون والحجاج أن ينبثق النور المقدس إلى المدن المحتفلة وإلى العواصم وأيضا إلى كل العالم عبر طائرات خاصة. اليوم يحتفل المسيحيون من أبناء شعبنا الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي بسبت النور. كان هنالك فرق كشفية، كان هنالك شعبية، ولكن أشير إلى أن هذا المشهد العسكري الطاغي هنا والتواجد الإسرائيلي الكبير يناغص على المحتفل. كان هنالك على أحد المواطنين من أبناء حارة. كريستين نعتذر لهنالك ربما مشاكل عديدة في الصورة وحتى الصوت، نشكرك حتى هذه اللحظة على هذه المعلومات وما يتعلق بالاحتفالات في مدينة القدس المحتلة احتفالا بسبت النور، وهي إذانا ببدء احتفالات بعيد القيامة الذي يصادف غدا الأحد. شكرا جزيلا لك كريستين، ونعتذر إذن عن هذا الخلل في الصورة الذي كان يردنا من القدس المحتلة. ننتقل الآن إلى غزة، أهلا بك محمد. إذن كان هنالك بالأمس أعداد كبيرة على مسيرات العودة على الحدود الشرقية وأيضا في المناطق التماس الأخرى، نتج عنها قرابة 60 إصابة ما بين مسعف وصحفي وغيرها. لو تضعنا في تفاصيل ما جرى بالأمس في مسيرات العودة بالإضافة إلى احتفالات أبناء الطائفة إذن الشرقية والذين يسيرون حسب التوقيت الشرقي من أبناء شعبنا المسيحيين في غزة بسبت النور. نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين من أبناء شعبنا. أكثر من 60 إصابة كانت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين السلميين في مسيرات العودة في الجمعة 56 لمسيرات العودة السلمية. جميع هذه الإصابات نقلت إلى المشافي لتلقي العلاج بعد أن استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبالرصاص الحي المشاركين السلميين في هذه المسيرات. أيضا الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة دعت جماهير شعبنا إلى الاستمرار في الاحتجاجات السلمية ومواصلة الاحتجاجات السلمية والمشاركة في مسيرات العودة السلمية حتى تحقق جميع أهدافها. صباح هذا اليوم وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد أبناء شعبنا، جنود الاحتلال المتمركزين شرق خان يونس أطلقوا الرصاص بشكل كثيف باتجاه الأراضي الزراعية والمزارعين. أيضا البحرية الإسرائيلية أطلقت نيران رشاش
رشاشاتها باتجاه قوارب الصيادين في البحر ولكن دون وقوع أي إصابات. على صعيد المساندة والتضامن مع أسرانا الأبطال داخل السجون، تنظم اليوم حركة فتح مهرجانا في المحافظة الوسطى تكرم فيه أهالي الأسرى، يشارك فيه العديد من قيادات حركة فتح ومن ممثلي عن القوى الوطنية والإسلامية في ملعب دير البلح، وتكرم فيه أهالي الأسرى وفاء لهؤلاء الأسرى لما قدموا من تضحيات جسام ولتعزيز صمود أهالي الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. على صعيد الاحتفالات المسيحية، الليلة يبدأ منتصف هذه الليلة القداس منتصف الليل الساعة 11 مساء، يشارك فيه العديد من أبناء شعبنا من الطائفة المسيحية. سلطات الاحتلال منعت سبت النور من الدخول إلى قطاع غزة بسبب الإغلاق وبسبب الإجراءات التي تفرضها على أبناء شعبنا للمشاركة في الاحتفالات والأعياد، وتبقى هذه الاحتفالات منقوصة والفرحة منقوصة بسبب الإجراءات وبسبب القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن. اليوم أيضا معابر قطاع غزة هي مغلقة بسبب الإجازة الأسبوعية. تقريبا هذا هو الوضع حتى هذه اللحظة في المحافظات الجنوبية. شكرا جزيلا لك من غزة مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب. ننتقل الآن إلى بيت لحم ومعنا من هناك علاء الدين العبد. أهلا بك علاء. إذا دائما ما نشهد في هذا العيد وسبت النور استقبالا في المدن التلحمية الثلاث، بيت لحم أيضا بيت صحور وبيت جالة، وهي استقبال للنور المقدس المنبثق من كنيسة القيامة. ما أبرز الفعاليات لهذا العام من استقبال لهذا النور؟ نعم، بداية مساء لك كافه السادة المشاهدين، وخصوصا وأهلنا المسيحيون الذين يتبعون التوقيت الشرقي في هذا العيد. نعم، طوائف الروم الأرثوذكس والسريان والأقباط والروم الأرثوذكس والأحباش جميعهم يحتفلون في هذا اليوم بسبت النور إذانا بعيد فصح المجيد. هنا في بيت لحم يعني أعداد كبيرة من الحجيج المسيحي ومعظمهم من الأقباط الذين يحتفلون في هذا اليوم بعيد الفصح المجيد، يتواجدون هنا في بيت لحم كما تشاهدون في الصورة. فرق الكشافة كانت قبل قليل قد قدمت استعراضا وذهب باتجاه دوار العمل في إذانا باستقبال النور المقدس الذي سيصل بيت لحم يعني بعد قليل. طبعا هذا الاحتفال هو مركزيا يتم في القدس، والشعائر الدينية جميعها تكون محورها القدس، ومن ثم الكنائس الأخرى في المحافظات الفلسطينية تحديدا في مدن بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور. وبالتأكيد يعني هذا الاحتفال الديني العظيم يؤكد أن هذا الوطن فلسطين يحتفي بهذه المناسبة الدينية والوطنية العظيمة. في هذه اللحظات نستضيف السيد جادو المصري سكرتير بطرقية الروم الأرثوذكس هنا في بيت لحم. بداية صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير والشعب الفلسطيني بألف خير. يعني هل لك أن تضعنا في صورة الشعائر الدينية؟ مررنا بأسبوع الآلام، ماذا عن عيد الفصح المجيد؟ هل لك أن تعرف السادة المشاهدين بهذا العيد؟ نعم، كما تعلمون في هذا اليوم المقدس سيدخل صاحب الغبطة إلى القبر وسيفيض النور من القدس الشريف وسيعطي النور لجميع الرعايا المسيحيين الموجودين في الأرض المقدسة، وهذا بالنسبة لنا أمر عظيم وكبير، لأننا في هذه البلاد المقدسة دائما وأبدا نعتمد ونقول أننا شعب واحد، وأن كنائسنا ومساجدنا في هذه الديار المقدسة هي حامية لبعضها البعض. وبالنسبة لعيد القيامة هو عيد مهم للمسيحيين جميعا وللعالم الأرثوذكسي بشكل خاص.
النور المقدس لا يخرج فقط إلى أو لا يبعث فقط إلى الأراضي المقدسة، بل يبعث إلى العالم أجمع من داخل كنيسة القيامة في القدس. هل لك أن تضعنا في البروتوكولات التي تحدث في هذا الموضوع؟ نعم، جميع الدول الأرثوذكسية في العالم في هذا اليوم المقدس ترسل بعثات رسمية لاستقبال وأخذ النور المقدس رسميا من بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وهذا دليل على أن هذه البطريركية هي أساس وهي ضمان في هذه الديار العامرة. ونحن كشعب مسيحي نرسل التحيات لفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها كشعب واحد مسيحيين ومسلمين، ونقول من قلب مدينة بيت لحم ومن أمام كنيسة المهد ندعو له بالصحة والعافية والعمر الطويل، وأدامه الله ذخرا وسندا للجميع. نشكرك وكل عام وأنتم بألف خير. يعني الاحتفالات هنا في بيت لحم شهدنا بأم عيوننا قبل قليل فرق الكشافة، لك أن تضعنا بالأجواء الاحتفالية بهذا العيد في بيت لحم بيت جالة بيت صحور. كما تعلمون أنه في تمام الساعة الثانية سيتجمع هنا عطوفة محافظ بيت لحم وقائد المنطقة وجميع قادة الأجهزة الأمنية والبلديات لاستقبال النور مع سيادة المطران ثيوفيلاكتوس الوكيل البطريركي في هذه المدينة. وهذه مناسبة أعتقد أنها مناسبة سعيدة لكي نظهر للعالم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة، أننا نعيش بسلام في هذه الديار، ونأمل أن نستكمل هذا الحدث وأن نصل إلى عيد القيامة بسلام. احتفالاتنا في هذا اليوم ستبدأ على دوار العمل الكاثوليكي وصولا إلى كنيسة المهد، مع حضور الفعاليات الكشافة والزفة التقليدية التي نراها في كل عام، وهذا أمر يسعدنا ويفرح قلبنا، ونتمنى أن نستمر في هذا الوضع المستقر إلى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف. نشكرك وكل عام أنت بألف خير، لك منا من تلفزيون فلسطين ولكل أبناء شعبنا المسيحيون الأرثوذكس كل عام وأنتم بألف خير. عام وأنتم بخير، وشكرا لتلفزيون فلسطين. نتواصل معكم في هذا البث الحي المباشر هنا، يعني أبناء يعني الطائفة الأرثوذكسية يتواجدون هنا، هم يعني حجيج مسيحي أقباط يعني حضروا إلى فلسطين من أجل المشاركة في هذه الاحتفالات الدينية. بداية صباح الخير. صباح الخير عليك يا بيش. تعرفنا بنفسك؟ نعيم من اسكندرية. اليوم أنتم بتحتفلوا كأقباط الروم أرثوذكس في هذه المناسبة الدينية العظيمة، هل لك أن تصف لنا مشاعرك وأنت هنا على مقربة من مكان مولد السيد المسيح، شعورك؟ وأكيد زرت القدس وكنيسة القيامة. أكبر فرحة اللي أنا جيت المطرح ده، أنا سعيد اللي أنا خدت بركة في كل حتة رحتها وكل منطقة لفتها، أنا سعيد اللي أنا خدتها البركة دي، ونشكر ربنا اللي هو خلى اعطاني عمر وجيت خدت البركه دي. شو بتحكي لابناء الشعب الفلسطيني اللي بيحافظوا على هذا الموروث الديني، بيحافظوا عليه بدمائهم، بيحافظوا عليه بابنائهم على مر العصور، شو بتحكي لهم في هذا اليوم؟ كان معنا واحد مشرف فلسطيني اخر ورانا حاجات احنا ما شفناهاش، لففنا حاجات كتيره يعني، ونشكر ربنا وناس حلوه وناس زي العسل ومعاملتهم حلوه معانا، ونشكر الله. اهلا وسهلا بكم دائما في وطنكم فلسطين، نتواصل معكم. صباح الخير. صباح الخير. تعرفنا بنفسك، كل عام وانت بخير. بدايه انا حبيب خليل شنوده مصري. شو شعورك وانت بتشارك في الصلوات هنا؟ شعور وفي اسعد شعور، انا سعيد جدا اللي ربنا دعاني وجيت القدس تاني مره دي. نعم. تاني مره ورحنا الاماكن المقدسه كلها، النبي داوود والنبي سليمان، ورحنا لجميع الأماكن وست العذراء، ورحنا جميع الأماكن في القدس، وزرنا ما خلناش ولا حتة اللي ما رحناها،
والحمد لله ربنا أكرمنا آخر كرم. في هذا العيد شو بتقولوا لأبناء الشعب الفلسطيني اليوم اللي هم طبعا صامدين مرابطين، الاحتلال الإسرائيلي جاثم على قلوبهم إلا أنهم يحافظوا على مقدساتهم بدماء أبنائهم؟ ربنا معاكم وإن شاء الله ينصرني، ربنا ينصركم إن شاء الله، أنتوا ناس كويسين وأنتوا ربنا معاكم في كل وقت وفي كل وقت. نشكرك وكل تحياتنا لأهلنا وأشقائنا في جمهورية مصر العربية. يعطيك العافية، صباح الخير. صباح الخير. عارفين بنفسك؟ أمل ناجي من مصر. تحكي لنا هاي أول مرة بتزوري فيها فلسطين؟ أول مرة لي. شو شعورك وانت هون على مقربة من مولد السيد المسيح وكنت أكيد بكنيسة القيامة، شو شعورك كعربية مسيحية يعني تطوق إلى رؤية هذه الأماكن ضم عينها، تصلي في هذه الأماكن المقدسة؟ هل لك أن تصفي لنا مشاعرك في هذا اليوم؟ كان بقالي حوالي 3 سنين عندي اشتياق كبير قوي أن أنا أجي أزور هنا، ومجرد ما جات لي الموافقة الأمنية أن أنا أجي هنا كنت سعيدة جدا جدا من قبل ما أجي، لدرجة أن أنا كنت بقعد أتفرج على كل الأماكن اللي هشوفها هنا على اليوتيوب عشان أبقى درسها. لما جيت هنا لقيت الحقيقة غير اليوتيوب خالص، أعطتني سعادة كبيرة قوي، أعطتني راحة نفسية، حاسه احساس مش عارفه اعبر عنه بالكلام، بس احساس حلو قوي، سلام، فرحه. كل يوم في البرنامج بتاع الرحله كان ليه طابع مميز، كان ليه احساس مختلف. يوم العماد كان يوم حلو قوي، كلنا فرحنا. النهارده مستنيينه بشوق كبير قوي، كنا بنتفرج عليه في التلفزيون في مصر كل سنه، مش مصدقه نفسي ان احنا هنشوفه لايف دلوقتي. سعيده كتير قوي 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 قوي. العام أنتم بألف خير وأهلا وسهلا بكم في فلسطين الآمنة المطمئنة رغم كل إجراءات الاحتلال، أهلا وسهلا بكم دائما. نعم كما تشاهدون يعني هذا انطباع في بث حي ومباشر من الحجيج المسيحي المصري الذي حضر إلى هنا لفلسطين للمشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة. كما تعلمون بعد قليل يعني سيصل النور المقدس إلى هنا إلى بيت لحم وستبدأ فعاليات احتفالية في هذا الحديث الكشفية. نعم عندما نتحدث عن وصول هذا النور المقدس من القدس وكنيسة القيامة وأنت الملامس لدائما الشارع في بيت لحم وأيضا المدن حولها، ربما لو تصف لنا أبرز الفعاليات التي تبدأ ربما من بيت جالة حتى وصولها إلى كنيسة المهد. يعني هذه الفعاليات يعني لمن لا يعرف يعني يتم تنظيمها والعمل على إعدادها من قبل كل الفعاليات، بداية بالفعاليات الأرثوذكسية ومرورا بالفعاليات الرسمية والأمنية، يصل النور المقدس إلى بيت لحم ومن ثم يتم توزيعه على بيت جالة وبيت صحور. في كل مدينة له خصوصيتها ولها احتفالاتها ولها بهجة العيد في هذه المدن الثلاث، وبالتأكيد بيت لحم صاحبة الرسالة، رسالة السيد المسيح التي بشرت العالم أجمع، لها طابعها الخاص في أعياد الميلاد وفي عيد الفصح المجيد، وهي دائما تستقبل وتحتضن آلاف ومئات آلاف الحجيج المسيحي على مدار الأشهر وعلى خلال الأعوام، احتفالات جميلة. وفي صورة هنالك للتآخي الإسلامي المسيحي، يعني هي درس ونموذج ليقدم الشعب الفلسطيني للعالم أجمع كيف يكون المحبة والسلام والتآخي بين الأديان جميعا. شكرا جزيلا لك علاء الدين العبد مراسل التلفزيون في بيت لحم على هذه النافذة التي تتحدث عن سبت النور وأيضا عيد القيامة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المقابلات. الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى نابلس ومعنا من هناك بكر عبد الحق، أهلا بك بكر. إذا ربما لو نتحدث عن الاحتفال بسبت النور أيضا في نابلس، إن كنت لم تسمعني بكر، لو نتحدث أيضا عن الاحتفالات بسبت النور في مدينة نابلس أيضا وأيضا أبرز الأخبار الميدانية التي تحملها لنا من محافظة نابلس. نعم قبل الحديث عن سبت النور مالك والفعاليات التي ستنظمها الطائفة المسيحية في المحافظة هذا اليوم، دعنا بداية نضيء على أبرز الفعاليات التي استشهدها المحافظة هنا على ميدان الشهداء، وهذه الوقفة التضامنية التي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في محافظة نابلس، وذلك دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، بالتحديد الأسير حسام الرزة والأسير محمد طبنجي اللذان
يعني مضربان عن الطعام لأكثر من 30 يوما حتى هذا اليوم. تأتي هذه الوقفة في إطار فعاليات الدعم والإسناد لهذين الأسيرين في ظل تقاعس إدارة السجون عن استجابة لمطالب الأسيرين بالتحديد وقف سياسة الاعتقال الإداري. دعنا نضيء أكثر مالك حول هذه الفعالية والرسالة التي اليوم من المقرر أن يبرقها أهالي نابلس في هذه الوقفة مع السيد ماهر حرب عضو لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة. السيد ماهر شكرا لانضمامك لنا في نافذة مراسلون الميدان. يعني الأسيران حسام الرزة ومحمد طبنجة مضربان عن طعام منذ أسابيع وسلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالبهم، كيف يمكن توظيف هذا الضغط الشعبي للضغط على الاحتلال بالاستجابة لمطالب الأسيرين وفك إضرابهم عن طعام؟ الأسير حزام الرزي الذي يمضي اليوم يدخل يومه 45 بالإضراب عن الطعام وموجود في مشفى سجن الرملة، هذا المشفى الذي يعرف بأنه مركز تعذيب للأسرى المرضى. محمد طبنجة لليوم 40 يدخل يومه 40 للإضراب وهو موجود في عزل النقر. رسالتنا هي أننا نستشعر الخطورة على الأوضاع الصحية الخطيرة للأسرى المضربين عن الطعام، وهناك إدارة للظهر لمطالب هؤلاء الأسرى من قبل إدارة مصلحة السجون والاحتلال. هنا رسالتنا ستكون قوية أن شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية لن تترك أسرانا وحيدين في هذه المعركة، ووصول الأسرى لهذه الأيام الطويلة من الإضراب نقول أننا سنشهد فعاليات أكثر قوة، فعاليات بعيدة عن الفعاليات التقليدية التي تنظمها اللجان والهيئات الوطنية الفاعلة والداعمة للأسرى. نحن سنرتقي بمستوى الوضع الخطير الذي وصل إليه أسرانا في سجون الاحتلال. كيف هو الوضع الصحي للأسيرين الرزة وطبنجة؟ هل هناك معلومات حول حالتهم الصحية؟ نعم، بالتحديد الأسير حسام الرزي الذي كان يبلغ من الوزن 86 كيلوغرام حاليا وزنه هو 61 كيلوغرام، يعاني من آلام الضغط والسكري والتهاب دائم في الرئتين، وهو مسن ناهز 60 عاما. نقول أن وضعه فعلا خطير جدا، ونحن أبلغنا المؤسسات الحقوقية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي بضرورة زيارة هؤلاء الأسرى والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، ولكننا نقول أن استمرار الإضراب لهذه الأيام الطويلة نحن نتوقع في أي من اللحظة دخول أي مريض من مرضى من أسرانا في حالة غيبوبة، وهذا لن نسكت عليه، وبالتالي سيفرض نفسه على فعاليات وطنية أكبر وعلى حشود شعبية وجماهيرية أكبر. هل تواصلتم مع مؤسسات دولية وحقوقية للضغط أكثر على الاحتلال؟ نعم تواصلنا، وكان هناك قبل أسبوع محكمة استئناف للأسرى حسام الرزي وطبنجي وخالد فراج، أسفرت عن الوصول لتفاهم في موضوع الأسير خالد فراج، ولكنها لم تصل لتفاهم نهائي حول موضوع الأسيرين حسام الرزي وطبنجة. معنا في انتظار قرار الحكم النهائي للاستئناف الذي سيصدر في الأول من أيار، سيتحدد مصير الفعاليات الوطنية إلى أي نذهب وبأي اتجاه تصعيدي نذهب. أشكرك السيد ماهر حرب عضو لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس على هذه المداخلة. بعد قليل في تمام الساعة 12:30 بالتحديد ستبدأ هذه الوقفة التضامنية، وبدأ بالفعل توافد أبناء المحافظة إلى ميدان الشهداء للمشاركة في هذه الوقفة وتوصيل رسالة للاحتلال بضرورة الاستجابة لمطالب الأسيرين طبنجة ورزة قبل فوات الأوان. هذا فيما يتعلق بفعاليات التضامن مع الأسرى. فيما يتعلق بالفعاليات اليوم التي من المتوقع أن تشهدها مدينة نابلس إحياء لعيد الفصح الذي تحتفل به الطائفة المسيحية في المحافظة، ستنطلق في تمام الساعة 5:30 مساء هذا اليوم من أمام مدرسة بيت الطفل في حي رفيديا غرب المدينة. ستنطلق مسيرة كشفية ستجوب شارع رفيديا الرئيس بمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا في مدينة نابلس التي دائما ما تحتفل بأعياد الديانات السماوية الثلاث المسيحية والإسلامية والسامرية بشكل موحد، وتكون هناك مشاركة من مختلف أطياف أبناء المدينة. ستنطلق هذه المسيرة باتجاه كنيسة الروم الأرثوذكس في حي رفيديا، وهناك سيكون إلقاء للكلمات للطائفة المسيحية ولممثلي وفعاليات المدينة إحياء لهذه
المناسبة نحن سنكون بمواكبة لهذه المسيرة الكشفية وسنعيد تقرير سيرد على نشرات الأخبار لاحقا. في إطار الفعاليات كذلك التي تشهدها محافظة نابلس لهذا اليوم، زارت وزيرة المرأة اليوم مستشفى النجاح الجامعي للإطمئنان والإطلاع على الأوضاع الصحية للمرضى القادمين من قطاع غزة. في هذه اللحظات تنفذ الوزيرة أمال حمد جولة في أروقة المستشفى، تلتقي بأبناء قطاع غزة الوافدين لهذا المستشفى لتلقي العلاج للاستماع لاحتياجاتهم والوقوف على حالتهم الصحية وأوضاعهم. كذلك الأمر اليوم تحتفل مدينة نابلس بمرور 150 عام على تأسيس بلدية نابلس في احتفالية ضخمة في مسرح الأمير التركي في جامعة النجاح الوطنية في تمام الساعة 6 مساء، حيث سيتخلل هذه الاحتفالية إلقاء كلمات بهذه المناسبة. كذلك الأمر فعاليات فنية أخرى تروي تاريخ نابلس، سيسبق هذا المهرجان معرض للصور بعنوان نابلس تروي تاريخها، سيكون كذلك الأمر في جامعة النجاح الوطنية، ومتوقع مشاركة فاعلة من أبناء المدينة للاحتفاء بهذه المناسبة، وسيكون هناك عرض لتاريخ نابلس وكذلك الأمر بلديتها وأهم المحطات التاريخية التي مرت بها البلدية. هذا كل ما لدينا مالك اليوم من فعاليات وأحداث في محافظة نابلس، تفضل. شكرا جزيلا لك إذن مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق على كل هذه التفاصيل. وبهذا مشاهدينا نصل ربما إلى ختام هذه الحلقة، بقي أن نقول كل عام وأبناء شعبنا بألف خير بمناسبة الاحتفال بسبت النور، وأيضا غدا بعيد القيامة. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.